مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة، شرح تفصيل عقد الدرر في الطرق العشر لنافع لفضيلة الشيخ محمد ابن الشريف السحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنستأنف إن شاء الله الدرس في شرح متن تفصيل العقد للإمام العلامة المحقق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المكناسي رحمه الله، ولا زلنا نتابع معه في كلامه على ياءات الزوائد، ونحن في الأبيات الأخيرة منها، وكنا وقفنا عند قول الناظم وخصها بحال وصل الكل زيد غير ابن سعد نبيؤول النامري زيد وغير إسماعيل في تتابعا والفتح في هذا له في الوصل عن زيد والخلف للحرمي في أتاني وقف الواصيل بالفتح للإسكان. هذه الأبيات الثلاثة هي آخر ياءات الزوائد، وتحدثنا عن ياءات الزوائد، وقبلها تحدثنا عن ياءات الإضافة، وكلها يعني اختلف فيها القراء، وكلها إما أنها تكون ياء لام الفعل، تكون الياء فيها لام الفعل، أو تكون اسم للمتكلم، اسم للمتكلم، سواء كانت ياء الإضافة أو كانت ياء الزوائد، فإما أن تكون لام الفعل أو أن تكون اسم للمتكلم، اسم للمتكلم. وفرقنا يعني تحدثنا عن الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد، فذكرنا من جملة أن ياء الإضافة الخلاف فيها ليس في الإثبات والحذف، الخلاف فيها في الفتح والإسكان، الخلاف دائر بين القراء في الفتح والإسكان، بعضهم أسكانها وبعضهم فتحها، وأما إثباتها فكلهم اتفقوا على إثباتها، هذا فيما يخص ياء الإضافة. وياء الزوائد تختلف، فالخلاف الدائر بين القراء هي في إثباتها وفي حذفها، في إثباتها وفي حذفها، فبعضهم أثبتها وبعضهم حذفها، هذه ياء الزوائد. وسميت كما ذكرنا سميت زوائد لأنها زائدة عن خط المصحف، أي هي محذوفة في المصاحف ولا تثبت، محذوفة في المصاحف. وهي كذلك إما أن تكون لام الكلمة أو تكون اسم للمتكلم، أي ياء المتكلم، إلا أنها محذوفة في المصاحف، فسميت الزوائد لأنها زائدة عن خط المصحف. فمن حذفها اتبع خط المصحف، من حذف ياء الزوائد اتبع خط المصحف لأنها محذوفة فيه، واكتفى بالكسرة عنها، اكتفى بالكسرة عنها، استغناء بالكسرة عن ياء
عن 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 الياء عن الياء، وهي لغة للعرب، أن العرب تحذف الياء وتبقى الكسرة دالة عليها، على يا قومي، يا قومي، أصلها قومي، فحذفت الياء وبقيت الكسرة دالة عليها يا قومي. ومثل القاضي، القاضي، حذفت الياء وبقيت الكسرة دالة عليها، إلى غير ذلك مما هو معروف في كلام العرب، فيحذفون الياء وتبقى الكسرة دالة عليها. فمن حذفها اتبع خط المصحف، قلنا واكتفى بالكسرة عنها. ومن أثبتها فهذا هو الأصل فيها، من أثبتها فهذا هو الأصل فيها. لماذا هو الأصل؟ لأن إما أن تكون لام الكلمة وهي أصل في الحروف الكلمة، بنيت الكلمة مبنية عليها لأنها لام، وإما أنها تكون يعني اسم المتكلم، ياء المتكلم، وهي كذلك لا بد منها، متكلم. فمن أثبتها فهو على الأصل، لأن الأصل فيها هكذا، سواء كانت لام الكلمة أو كانت اسم المتكلم. وكيف خالف المصحف؟ لأن المصحف فيه محذوفة وهو قد أثبتها، كيف خالف المصحف؟ هذا مما لا يعتبر خلافا، لأن حروف المد واللين حذفها لا يعتبر مخالفة للمصحف. مثلا ننظر إلى العالمين، الألف محذوفة، والرحمن الألف محذوفة، والله الألف محذوفة، وهذا باتفاق يعني القراء وكذا، بما يدل على أن الحروف المد لو حذفت من المصحف وزادها يعني زيدت في اللفظ، هذا لا يعتبر من مخالفة المصحف، لا يعتبر من مخالفة المصحف. فمن زادها ولفظ بها هذا لا يعتبر أنه خالف المصحف، وإنما اتبع الأصل فيها، اتبع الأصل فيها. والألفات المحذوفات والواوات المحذوفات والياءات المحذوفات يعني في المصحف ويلفظ بها كثيرة، كثيرة وكثيرة، الألفات المحذوفات والواوات والياءات التي ليست في المصحف ولكنها في القراءة ثابتة، فهي كثيرة وكثيرة. فهذا عند العلماء لا يعتبر أنه مخالف للمصحف، لكن في الحروف غير هذه الحروف الثلاث لا بد من الالتزام بخط المصحف، لا بد من الالتزام بخط المصحف، ولا ينبغي لأحد أن ينقص ولا أن يزيد. مثل الصاد وحروف التهجي لا بد أن يلتزم ما في المصحف، وكذلك هذه الحروف الثلاث الياء والواو إذا تحركت، تحركت وليست من حروف المد، فكذلك لا بد من الإتيان بها والالتزام بما في المصحف. إذا تحركت الواو يعني معنى انفتحت أو ضمت أو قصرت، لا بد من إثبات الواو، وكذلك الياء إذا تحركت. لكن لو كانت حرف مدين فهذا فيه تساهل وتجوز أنه تحذف في المصاحف ويقرأ بها لأنها حروف مد ولين. انظروا إلى قول الله تعالى وسارعوا، وسارعوا، فمن زاد الواو فقد ثبتت في مصحفه، لأن الواو هنا متحركة وليست من حروف المد، وسارعوا ليست من حروف المد، فمن أثبتها فهي ثابتة عنده في المصحف المرسوم، ومن حذفها كذلك فهي محذوفة عنده في المصحف، لأن الواو هنا ليست حرف مد،
الواو هذه حرف من الحروف الصحيحة، وإذا كانت حروف المد يحذف حال تلوو تلوو. الواو حرف مد محذوف في المصاحف، وكذلك الواو من داود داود، الواو محذوف في جميع المصاحف، لكن لا بد من الإتيان بها في اللفظ. وأما الكتابة في المصحف فهي محذوفة، وغير ذلك من ليمين النبيين وغيرها من مما هي يعني من حروف المد. فحروف المد يعني قد تكون محذوفة في المصحف صحيح وهي كثيرة ويقرأ بها، ولا يجوز للإنسان أن يحذفها ويزعم أنه اتبع رسم المصحف. لا، هذه يعني ثابتة، ولو أنها غير مرسومة في المصاحف فلا بد من الإتيان بها والقراءة بها، وإلا يكون الإنسان قد نقص حرفا من الكلمة القرآنية، وهذا لا يجوز. إذن من أثبتها فقد اتبع الأصل. وأما المصحف فهي محذوفة، فنظر إلى الأصل وعمل بما يقال بأن حروف المد إذا حذفت في المصاحف وأثبتت في اللفظ هذا جائز ولا بأس به، وهو من الأمور المقروءة بها والرواية الصحيحة بها. هذا من أثبتها. من حذفها اتبع خط المصحف، ما زاد ولا نقص على 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 المصحف من حذفها من هذه الياء الزوائد. ومن أثبتها فله هذه هذا الوجه، وجهه من الصواب، وجهه من الصواب. الحاصل أن من حذفها له وجه من الصواب، ومن أثبتها له وجه من الصواب. هذه ياء الزوائد. إذا نحن في الأبيات الثلاثة الذي قال فيها الناظم زيد وخصها بحال وصل الكل، لما ذكر الناظم ياء الزوائد ومن حذفها ومن أثبتها والخلاف الدائر بين الرواة العشرة عن نافع في النظم كذا، وأحال فيها على كثير من 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 من, من فصولها على على إلى الدرار، على الدرار اللوامع في لابن بري، تحدث هنا في 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 حكم آخر يتعلق بها. قال وخصها أي هذه ياء الزوائد بحال وصل الكل، أي الكل أثبتها في حال الوصل لا حال الوقف. وخصها بحال وصل الكل، بوصل الكل أي كلهم أثبتوها في الوصل فقط. وأما الوقف فيعني أثبت كما سيأتي في حروف قليلة أثبتوها وصلا ووقفا، وإلا ياء الزوائد كلها ثابتة في الوصل إذا وصلتها، ومحذوفة إذا وقفت عليها. وخصها بحال وصل كل زيد غير ابن سعدان، غير ابن سعدان بأولى النمل، هذا استثناء، إلا محمد بن سعدان فقد أثبت الأولى التي في سورة النمل، يعني أثبتها وقفا، وهي أتمدوني بمالي، فإذا وقف قال أتمدوني أتمدوني، قرأ بنون واحدة خفيفة وأثبت الياء في حال الوقف أتمدوني بمال. هذا معنى قول غير ابن سعدان بأولى النمل، وقال بأولي النمل أي لأن النمل فيها ياءات، ياءان من الزوائد، ياءان من الزوائد. هذه الأولى أثبتها محمد بن سعدان عن إسحاق المسيبي. وخصها بحال وصل الكل غير ابن سعدان بأولى النمل زيد وغير إسماعيل في تتابعا والفتح في هذا له في الوصل عن وغير إسماعيل في تتابعا، يقصد بها ألا 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 تتبعني أفعصيت، يعني هذه أثبتها إسماعيل وصلا ووقفا.
فإذا وقف قال: ألا تتبعاني. وزادها يعني هذا فحذفها ألا تتبعان إذا وقف، لكن إسماعيل وقف عليها بالياء. وغير إسماعيل في تتبعان زيد، والفتح في هذا، والفتح في هذا أي في تتبعان، فتحها إسماعيل في الوصل، والفتح في هذا له في الوصل، في حال الوصل فتحها، فقرأ ألا تتبعاني أفعصيت، ألا تتبعاني أفعصيت، ألا تتبعاني أفعصيت، تبعاني بفتح هذه الياء الزائدة، بفتح الياء. ولهذا لما فتحها في الوصل أثبتها في الوقف، لأن كل ما يفتح في الوصل يثبت في الوقف، وإذا كان ساكنا في الوصل فيجوز حذفه في الوقف. لما فتحها وقف عليها بالإثبات. تتبعاني أفعصيت، فإذا وقف قال تتبعاني بإثبات الياء فيها. زيد، وغير إسماعيل في تتبعان، والفتح في هذا له في الوصل عن، عن ليس حرف جر، هذا فعل ماض، عن، عن بمعنى ظهر، عن بمعنى ظهر، فليس هذا حرف جر، عن فعل ماض بمعنى ظهر، عن أي ظهر، ظهر الوصل، ظهر الفتح لإسماعيل في الوصل. وغير إسماعيل في تتبعان، والفتح في هذا له في الوصل عنا، عنا أي ظهر، عن. إذن فإسماعيل خالف يعني الرواة في هذه، في هذا الحرف الذي في طه، فوقف عليه بالياء ثابتة ووصله بفتحه، ألا تتبعاني أفعصيت. وغير إسماعيل في تتبعان، والفتح له في، والفتح في هذا له في الوصل عن. إذن هذا يعني، إذن ابن سعدان أثبت تمدوني وقفا ووصلا، وإسماعيل أثبت تتبعاني وصلا ووقفا، وفتح الياء، والباقون أثبتوها زائدة في الوقف في الوصل، وحذفاها في الوقف، حذفاها في الوقف، وهي الأصل في ياء الزوائد، الأصل في ياء الزوائد أن تكون ثابتة في الوصل محذوفة في الوقف، محذوفة في الوقف. فمن حذفها كما ذكرنا اتبع خط المصحف، ومن أثبتها فعلى الأصل، على الأصل، ومن أثبتها في الوقف، أثبتها في الوقف وفي الوصل، أثبتها في الوقف والوصل لأنها ياء المتكلم، وياء المتكلم الأصل فيها الإثبات، أصل فيها الإثبات. ومن وقف عليها بالحذف فقد اتبع خط المصحف، من وقف زادها في الوصل اتبع الأصل، وحذفها في الوقف اتباعا للخط، لخط المصحف، أثبتها في الوصل على الأصل، وحذفها في الوقف اتباعا لخط المصحف، لأن خط المصحف فيه محذوفة، فقد وافق وجهين من الصواب، أو أصاب وجهين من الصواب. في الوصل التزم بالأصل فيها، لأن الأصل فيها إثباتها، وفي الوقف رجع إلى خط المصحف، خط المصحف، لأن الخط مبني على الوقف والابتداء، خط المصحف مبني على الوقف وعلى الابتداء،
على الوقف وعلى الابتدار. في كثير من يعني من الكلمات القرآنية المصحف مبني على هذا، مبني على الوقف وعلى الابتدار. إذا ابتدأت يعني تثبت الحرف المبتدأ به، لأن المصحف مبني على الابتدار. وكذلك في الوقف في كثير من الأمور، وبعض الكلمات ليس فيها يعني من بناء على الوقف وعلى الابتدار، لكن في كثير من الكلمات المصحف يعني مبني على الوقف وعلى الابتداء. فمن أثبتها وصلا فعلى الأصل، وحذفها في الوقف اتباعا لخط المصحف. ومن أثبتها وصلا ووقفا مثل من سعدان ومثل إسماعيل فهذا هو أصلها، لأنها هي إما أن تكون لام الكلمة كما ذكرنا، وإما أنها تكون ياء المتكلم، وليس لها علة لحذفها، ليس لها علة لحذفها، يعني لم يتصل بها جازم ولا غيره، فهي ليس لها علة في حذفها. إذن فقد أثبتها في الوصل وأثبتها في الوقف. أثبتها في الوقف، ومن أثبت من حذفها في الوقف فذكرنا أنه اتبع خط المصحف، وأيضا أن الوقف محل تغيير. وقف الكلمة إذا وقفت عليها تغيرها، لا بد الكلمة الموقوف عليها لا بد تغيرها، إما أنها تكون مرفوعة فتقف عليها بالسكون، الرحيم رحيم رحيما رحيما. إذن يعني الوقف محل تغيير، الوقف محل تغيير، لا بد تغير الكلمة الموقوف عليها في كثير من الألفاظ، تغيرها إما بحذفين، إما بإبدالين، إما بتغيير، إما إلى غير ذلك مما هو معروف في التغيير في حال الوقف. قال وخصها بحال وصل الكل غير ابن سعد بأول النمل وغير إسماعيل في التابعان والفتح له في هذا والوصل عنا. زيد قال والخلف للحرمي في ألتاني وقفا واصل بالفتح للإسكان. أي ولا، وأما حرمي وهم غير ورش فلهم الخلاف في الوقف على آتاني، وقد فتحوها، ومع ورش أنه فتحها، فما آتاني الله، فهذه الياء ياء زائدة، ولهذا نكتبها يعني بالنون وحدها والياء وحدها لأنها زائدة، لأن حروف الزوائد لا تتصل بالحرف يعني بالحرف الذي يليها، لا بد أن تكون مفروقة عليه لأنها زائدة، فياء الزوائد لا بد أن تكون بينها وبين آخر الحرف من الكلمة أن يكون بينها وبينهما فصل يعني فرق. فحرمي وهم غير ورشين لهم الخلاف في إثباتها في الوقف. قال والخلف للحرمي في آتاني، فوجه لهم فيه الإثبات، وجه لهم الإثبات إذا وقفوا فما آتاني بالياء الساكنة، ووجه كورش فما آتان، هذا وجه ورش لأن ورش لم يثبتها في الوقف مع أنه فتحها في الوصل، يقف بالإسكان فما كسائر كيأت كسائر زائيات الزوائد فما آتان. وقالون وإسماعيل وإسحاق بجميع رواتهم أثبتوها وقفا ووصلا في وجهي فما آتاني، ولهم وجه مؤخر كورش فما آتان، هذا معنى قول الناظم والخلف للحرمي، أي والخلف في حال الوقف، خلاف في حال الوقف،
والخلف للحرمي في أتاني وقفا، أي في حال الوقف وقفا لهم الخلاف. وصيل بالفتح للإسكان، أما إذا وصلت فصيل بفتح الياء، فما آتاني الله، فما آتاني الله، وصيل بالفتح للإسكان أي لأجل الإسكان. أين هو الإسكان؟ الإسكان في اللام في الله، آتاني الله، آتاني الله، لأن اللام الأولى من اسم الله ساكنة وأدغمت في اللام. اسم الجلالة فيه لامان، اللام الأولى ساكنة وأدغمت في اللام، فلفظنا باللام مشددة، اللام الأولى ساكنة، فالتقى هذا اللام الساكن مع الياء في آتانية، التقى ساكنان، فعلة الفتح فيها أنها التقت مع الساكن، فلما التقت مع الساكن فتحوها لبيانها، لبيانها، لأن لو لم تفتح لم تظهر آتاني الله، لا تظهر الياء. إذا قلنا فما آتاني الله كقراءة الآخر، فما آتاني الله، لا تظهر الياء. فمن يكون من أثبتها وحذفها سواء. فلما كان هكذا فتحوها في حال الوصل، من زادها فتحها في حال الوصل، فما آتاني الله لبيانها، لأن الحرف يظهر بالفتح، يظهر بالفتح، آتاني الله، السكون لا يظهر، فما آتاني الله لا يظهر، يعني لا تظهر الياء فيه، إذن ففتحوها لبيانها، كما زادوها السكت لبيان حركة الحرف ما هي، زدناها السكت لبيان فتحة ما هي، هلك عني سلطانية، يا السكت لبيان الياء، ببيان فتحة الياء من سلطانية، لو لم يزاد الواء لا تظهر حركة الياء. وهكذا اقتدي كذلك على من يقول هاء السكت، أتينا بهاء السكت في اقتديه لبيان حركة الدال، اقتدي. فهكذا العرب تزيد بعض الأحرف لبيان الحركة، القصد منها بيان الحركة، حتى يبقى البنية الكلمة كما هي مفتوحة أو كذا. فهكذا عامل حرمي، وهم قالون وإسحاق وإسماعيل، عاملوا آتاني الله بهذا الشكل هذا، أنهم فتحوها لبيانها لأنها التقت مع الساكن، فما آتاني الله. ولما فتحوها لهم وجه الإسكان، ولهم وجه الوقف بالإسكان، لأن ذكرنا أن الياء المفتوحة سواء كانت ياء المتكلم أو ياء الأصل فيها الإثبات، لأنها تحركت فأثبتت، فأثبتوها في وجه، ووجه آخر اعتبروها بأنها زائدة، ولو أنها متحركة بالفتح فما زالت زائدة، والأصل في الياء الزوائد أن تحذف في الوقف وتثبت في الوصل، هذا الأصل في الياء الزوائد، أن تحذف في الوقف في الوقف وتثبت في الوصل. فلهم وجه، وجه الوصل، وجه الإثبات، أن الياء هنا تحركت، فإذا تحركت فالوقف عليها بالإسكان، ووجه الوقف عليها بالإسكان أنها معدودة من ياءات الزوائد، وياءات الزوائد الوقف عليها يكون بالحذف. هذا ما يتعلق بهذه فما آتاني الله. إذن ورسل له وجه واحد وهو حذفها في الوقف وإثباتها متحركة في الوصل، والباقون حركوها في الوصل كورش اتفاقا ليس لهم خلاف، واختلفوا في الوقف عليها،
فوجه لهم فيها الوقف بالإسكان آتاني مثل يا إني، ووجه كورش أي حذفها وهو فما آتان. قال والخلف للحرمي في آتاني وقفا. ثم قال زيد وصيل بالفتح للإسكان، وصيل بالفتح أي للإسكان أي لأجل الإسكان لعلة الإسكان، لمنع للعلة لأجل الإسكان لعلة الإسكان، صل لهم بفتح الياء. هذا يدخل فيه ورش وغير والآخرون. هذا آخر ياءات يعني الزوائد. والناظم رحمه الله يعني يتحدث لنا عن فرش الحروف، عن فرش الحروف، لأن القراء والمصنفون قسموا القراءات إلى قسمين، سموه الأصول أو القواعد المضطردة أو الأصول قواعد المضطردة، وسموا الآخر الفرش. الفرش معناه الحروف المفردة التي وردت مفردة وليس لها قاعدة تنطوي تحتها. الأصول كل أصل له قاعدة ينطوي تحتها، باب المد، باب التسهيل، باب الإمالة، باب الترقيق، باب التفخيم إلى غير ذلك، كلها عندها قواعد تنطوي تحتها. فهذه التي لها قواعد تنطوي تحتها هذه تسمى الأصول أو تسمى هذا الحروف المضطردة التي تضطرد قاعدة قواعدها، يعني هذا الذي القاعدة هذه تنطوي على 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 كذا وكذا 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 كلها تنطوي تحتها تجمعها، هذه تسمى الأصول. ثم هناك الفرش يقال له الفرش، وهي الحروف المفردة، الحروف المفردة التي ليست لها قاعدة يعني كلمة مفردة فقط، وقد تكون كلمة مفردة ولكنها متعددة، ولكن كلها تسمى كلمات مفردة لأنها ليست لها قاعدة. الأصول لها قواعد تنطوي تحتها، الحروف المفردة ليست لها قواعد. تذكر هذه الكلمة اختلف فيها القراء، ثم تأتي إلى كلمة أخرى اختلف فيها القراء وهكذا، فإذا أردت أن تجمعها على قاعدة يعني لا تجد لها قاعدة وهكذا. هذه القراءات ويعني القواعد التي تنطوي تحتها الأجزاء، أجزاء كل قاعدة تنطوي عن تحتها أجزاءها، هذه تحتها أجزاءها، هذه يعني من مما يسهل على الطالب هذا العلم، مما يسهل على الطالب هذا العلم، فجعلوا هكذا في التصنيف. هذا التصنيف ولم يكن في الزمن الأول هذا التصنيف، يعني ما كانت هذه لها أصول أو فرش أو كذا، لا. فلما وقع التصنيف في علم القراءات العلماء جزاهم الله خيرا سهلوا على الطالب لهذا العلم، فوضعوا أصولا وجعلوها قواعد ليسهل على الطالب هذا العلم، ليسهل عليه الحفظ. ثم ذكروا الحروف المفردة وهي قليلة، لأن المفردات هي ليست كالأصول، الأصول كثيرة ومتنوعة، والمفردات هذه كلمات مفردة يعني تكون قليلة، ولهذا سواء في القراءات السبعة أو غيرها أو كذا، فالحروف المفردة دائما تكون قليلة، والحروف والأصول هذه هي الكثيرة.
فتجد الكلمة التي تنطوي تحتها الأصول في القراءة كثيرة، والكلمات المفردة تكون قليلة. فعلماؤنا رحمة الله عليهم سهلوا هذا الأمر وقربوا البعيد وسهلوا الصعب، فوضعوا هكذا في مناهجهم في التأليف في التصنيف الأصول والمفردات أو الحروف المفردة أو الفرش، فرش الحروف، والفرش هو الانتشار. وما يخدعونا يكذبونا إلى غير ذلك، قيلة حيلة صيغة يعني سيئة إلى غير ذلك، هذه كلها من تعد من فروش من فرش الحروف، ليسهل هذا العلم على طالبه، وحتى يعني لأن القاعدة تسهل عليك إذا كنت عندك قاعدة تحكمها، سواء في النحو أو في الحديث أو في القراءات أو في جمع القراءات أو كذا، فالقواعد تسهل عليك يعني الحفظ وتسهل عليك العلم. فلا بد للإنسان أن يدخل على القواعد، مثلا في النحو لكذا تدخل على القواعد لتفهم. فعلماؤنا رحمة الله لهم هذا المنهج، منهج القواعد، يعني في كل علم، في كل علم صنعوا له قواعد، في اللغة ولا في غيرها كلها صنعوا لها قواعد ليسهل تناولها، ليسهل على القارئ تناولها، ويعني ذللوا ما كان صعبا وما كان يعني متشابكا، سهلوا بهذه الكيفية التي يعني سلكوها رحمة الله عليهم. قال رحمه الله زيد: وها أنا بعون رب العرش أتبيع ما أصلته بالفارش. وها أنا بعون رب العرش، أي رب العالمين، رب العرش العظيم، أتبيع ما أصلته أي ما جعلته أصولا، وأتبعه بالفرش، بفرش الكلمات، بنشر الكلمات المفردة. هذا ما فطلب من الله سبحانه وتعالى بعون الله أن يتبع ما أصله وفرغ من تأصيله، أن يتبعه بالفرش أي بنشر الحروف المفردة في هذا النظم هذا. وها أنا بعون رب العرش أتبع ما أصلته بالفرش. فدائما العلماء دائما يطلبون العون من الله تبارك وتعالى ويسألونه ويتضرعون إليه ليكون لهم عونا على العلم ويسهل عليهم الشيء الصعب، يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، لأن العون من الله يعني إذا الله تعالى إذا كان من عون من الله للفتى تهيأ له من كل صعب مراده، إذا كان عونا من الله للفتى يعني تهيأ له من كل صعب مراده، كل صعب يسهل عليك إذا كان لك عون من الله. فجميع الأمور الصعبة تسهل عليك. وكيف يكون الله تبارك وتعالى معنا بالعون؟ لا بد أن يعني ندعوه ونتقيه ونخشاه ونتضرع إليه ونخافه ونحافظ على دينه ونحافظ على أوامر الله ونواهي الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يكون عون للعبد، يكون عونا للعبد. إذن فإذا كان العبد يتقي الله وهو يحفظ أمر الله تبارك وتعالى في نفسه ويتقي ويلتزم بالأوامر وبالمحافظة على الدين وعلى الصلوات وعلى، فالله سبحانه وتعالى يكون عونا له وسندا له، عونا وسندا له. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما جاء إليه الشافعي، إمام الشافعي رحمه الله، ورأى حفظه فيه العجب،
الشافعي رحمه الله، رأى الإمام مالك أن الشافعي عنده حفظ عجيب، تعجب من حفظه، فقال له: يا بني، إني أرى أن الله قذف في قلبك نور العلم، إني أرى أن الله قذف في قلبك نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. إياك أن تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. يا بني، إني أرى أن الله قذف في قلبك نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا النور إياك أن تطفئه بظلمة المعصية، لأن المعاصي تطفئ نور الله تبارك وتعالى، لأن المعاصي ظلمات، المعاصي ظلمات والطاعة نور، الطاعة نور، المعاصي ظلمات والطاعة نور. فوصاه مالك رحمه الله بهذه الوصية يعني الغالية: يا بني، إني أرى أن الله قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهكذا كان الأئمة يوصون تلاميذهم بمثل هذه الوصايا الرائعة، يعني لأن علمنا نحن المسلمين مبني على التربية، مبني على التربية قبل العلم، تربي قبل العلم، تربي قبل العلم. فلا خير في علم بلا تربية، لا خير في علم بلا تربية. فعلمنا هكذا مبني على التربية، على الأخلاق، على أن تربي تلاميذ على الطاعة، على الدين، على الإيمان، على الأخلاق، على الحياء، تربيهم على هذه يعني الأخلاق قبل العلم، لأن العلم بلا تربية لا بركة فيه، العلم بلا تربية لا بركة فيه. ولهذا السلف الصالح كانوا يعتمدون على التربية، على أن يربوا التلاميذ على الطاعة، على الخلق، على الأخلاق الحسنة، على الالتزام، على الحياء، كانوا يربون هكذا. ولهذا مالك رحمه الله أمه كانت عاقلة، الإمام مالك أمه كانت عاقلة، من العقلاء، من العاقلات، فهو صغير عمامته، ألبسته العمامة، وكان الناس يهيئون التلاميذ والصغار ويلبسونهم العمائم، يعني ولباس العلماء، فعممته وقالت: اذهب إلى ربيعة، ربيعة هذا ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ المدني الفقيه العلامة الإمام من التابعين. فقالت له: يا بني، اذهب إلى ربيعة وتعلم من سمته وأخلاقه قبل أن تأخذ من علمي. اذهب إلى ربيعة وتعلم من سمته وأخلاقه قبل أن تأخذ من علمي. اذهب تعلم منه السمت والأخلاق، السمت يعني الصفة الحسنة وهذا آداب وهذا، قبل أن تأخذ من علمي. فالأخلاق والتربية تسبق العلم، تسبق العلم. فعلم بلا آداب علم ضائع، علم بلا آداب علم ضائع، لأن العلم أساسه الأدب. ولهذا عبد الله بن مبارك هذا من أئمة الكبار، كان معاصرا لشعبة ولعبد الرحمن بن مهدي ولسفيان الثوري وللإمام مالك رحمه الله، قال: طلبت الأدب 30 سنة، طلبت الأدب 30 سنة وأنا أطلب الأدب، وطلبت العلم 20 سنة، أقل الأدب أكثر من العلم، طلبت الأدب 30 سنة والعلم 20 سنة.
ذكر هذا الحافظ ابن الجزري في غاية النهاية في ترجمة عبد الله بن المبارك، لأنه معدود من القراء، قال معقبا الحافظ ابن الجزري، قال: وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، أي السلف كانوا يطلبون العلم الأدب قبل العلم. إذن فهكذا نسأل الله أن يوفقنا وأن يجعلنا على آثارهم ومناهجهم، والحمد لله رب العالمين.